الأستاذة سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة غرفة القاهرة التجارية، ينطلق معرض أهل مدارس تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزارتي التموين والتجارة والصناعة بتخفيضات تتراوح بين 30% إلى 80%. معرض أهل مدارس، معرض الأسرة المصرية، ومعرض الغرفة التجارية للقاهرة. المعرض ده إن شاء الله هيكون من يوم 15 ليوم 29 سبتمبر الجاري. المعرض هيكون إن شاء الله في القاعة الخاصة بجهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في صلاح سالم، أمام المحطة الخاصة بمترو أكفاء أرض المعارض. إن شاء الله المعرض هيبقى فيه مجالات متعددة، من ضمن المجالات طبعا مدارس زائد مدارس حريم ورجال واطفال. هيكون في اقتصاد رقمي، هيكون في ادوات مكتبيه وشروح مدرسيه واحذيه رياضيه واحذيه كلاسيك، وفي مواد غذائيه ان شاء الله. تم بدء الاوكازيون الصيفي لحد 30 سبتمبر الحالي، وده بيتزامن مع ان شاء الله معرض اهل مدارس، وهيبقى التخفيضات موجوده تقريبا في كل المحلات. وطبعا معرض اهل مدارس بيوفر فرص كويسه جدا للمستهلك ان هو يلبي طلباته واحتياجاته واحتياجات اسرته من خلاله. ده بالنسبه للاوكازيون. نسبه المبيعات كانت في البدايه مع انطلاق الاوكازيون مع بدايته كانت كويسه جدا، وكانت نسبه مرتفعه نظرا للتخفيضات المقدمه اللي تعدت 70% على كافة الفئات من الملابس، سواء كانت ملابس حريمي أو رجالي أو أطفال. وإحنا إن شاء الله بصدد الاستعداد لموسم الشتاء اللي هينطلق بإذن الله وينزل في المحلات على شهر نوفمبر. طبعا كل الكميات تم إنتاجها بالكامل وموجودة دلوقتي في المخازن، وتم التعاقد في الوقت الحالي على الموسم الشتوي بالنسبة للمحلات مع المصانع بتاعة الملابس الجاهزة. زي المدرسة إن شاء الله هيبقى في المعرض متميز جدا، معرض أهل المدارس هيبقى فيه نسبة تخفيض بتتعدى 30% إن شاء الله عن الأسواق. إحنا عايزين نقول للناس إن كل المنتجات اللي موجودة جوه المعرض منتجات عالية الجودة، نظرا للأين دي الغرفة التجارية من خلال إنها مقدمة مساحات مجهزة لكل الشركات العارضة للبيع بشكل مجاني. وطبعا ده الكل منتسب لغرفة القاهرة، مقابل إن هو يقدم دعم وتخفيض للمواطن أو للمستهلك إن شاء الله. ده بالنسبة للملابس المدرسية. طبعا في زيادة تقريبا حوالي 20% تجريدي على السنة اللي فاتت بالنسبة للملابس المدرسية، وإن شاء الله إحنا بنشجع الناس كلها إنها تشرفنا في المعرض وتشتري كافة احتياجاتها وتيجي تشوف وتقارن، وإن شاء الله هتلاقي كل من شيء بيعجبها. المعرض إن شاء الله مدته أسبوعين. غرفة التجارية بالقاهرة بتقدم كوافر طبية بالمجانية وبتقدم العلاج بالمجان، وطبعا ده برعاية رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة مهندس أيمن عشري. عندنا إن شاء الله التخفيضات بالنسبة لملابس المدارس هتبقى 30% تخفيض أقل من الأسواق في الخارج. الملابس الحريم للرجال والأطفال وكافة المستلزمات الخاصة في الملابس إن شاء الله هيبقى نسبة التخفيض بتصل ل 80%. إن شاء الله هيبقى في إمكانية التقسيط بالنسبة لفي شركات هتبقى مشاركة هتقسط أي منتجات خاصة موجودة في المعرض، في إمكانية التقسيط وفي إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال الكريدت كاردز. وإن شاء الله إحنا معرضنا ده المعرض الرئيسي يمكن قلت كده في البداية، ويشرفنا إن الناس كلها تشرفنا وتزورنا في المعرض.